السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. فيديو جديد في القناه تحت الطلب ديالكم، ما تبخلوش لايك، لايك ضغطوا دابا، هبطوا دابا وديروا لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. بالنسبه لهاد لاغام هادي او هاد المجموعه هادي، بزاف فيكم اللي شافوهم هنايا وبقيتو كتقول لي مليكه شاركي معنا لي زاباراي اللي عندك ديال ازاله الشعر. مهم شنو اللي كاين اللي عليه اقبال، شنو اللي ما عليهش اقبال. بزاف ديال البنات اللي باغيين يعرفوا هادو ديال الخيط واش زوينين ولا ما زوينينش. مع ديك الاثمنه بطبيعه الحال الثمن راه مناسب. الناس اللي غادي يسولوني المحل فين كاين، المحل كاين في مدينه سهلة القريه، حي البركه، سيكتور 4، زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10، محل عطورين. الحومه اللي فيها انا راها معروفه بحومه الضخامات، والمحل ديال الضخامات. يعني ملي غادي تجيو حدا التيران، ملي غادي يحطكم طاكسي في التيران، سولوا على معمل الخمار، راه معروف في القريه كلها، معروف معمل الخمار. توصلوا حدا معمل الخمار اللي قلتوا لي حومه الضخامات ولا المحل ديال الضخامات، راه غادي يجيبكم حتى لعندي. الا ما لقيتونيش انا راه تيكون راجلي في المحل. يعني دخلوا سولوا واش المحل ديال مليكه، راه غايقول لكم لا. المهم دخلوا، راه المحل راه باين من دابا. نيت حس بزاف ديال البنات اللي جاو، وكاينين البنات اللي كيكونوا غالطين وكيمشيو لمحلات واحد اخرين. كاين اللي تيقول بان هذا المحل راه ماشي ديال مليكه، راه هو ديال مليكه، وكاين اللي يبيع ويشري بحال راه راجلي. المهم البنات المحل راه باين لكم، ها هو باين. جات واحد البنت وقالتها لي، المهم ها هو المحل راه باين، محل ديال الضخامات. سولوا على المحل ديال الضخامات، الا ما لقيتنيش انا غادي تلقاو راجلي، راه سميتها عبد الرحمن. المهم نبداو على بركه الله باول لاباري كيف ما كتشوفوا، او اول اله ازاله شعر بالخيط. ها انتم يا البنات، هذه اللي الثمن ديالها كل واحد بشحال كيبيعها حاليا، دايره 120 درهم يا البنات، 120 درهم. بعض المرات كطيح برومو كتولي غير ب 100 درهم على حساب. يعني راكم عارفين هذا الشيء، الوباء اللي كاين دابا، راه شحال من حاجه في السلعه تزادت، وراها معروفه في ليسيت 200 180 200 درهم. كاين اللي راه ضاحت حتى 300 درهم. ها انتم كيفاش كتجي من الداخل، ها انتم كيجي معاها الخيط ديالها، لاباراي ديالها، الشارجور ديالها. بالنسبه للخدمه ديال هذه راها سهله، غادي تقولي لي واش كتقصح ولا ما كتقصحش، كتقصح شي شويه. كيجي معاها الدفتر ديالها هنايا من الداخل، ها انتم كيجي معاها الدفتر، راه مزيانه يا البنات، راه ماشي العاديه. ها انتم الدفتر ديالها فيها جميع المعلومات وطريقه ديال الاستعمال وكل شيء، وراه مزيانه، راه ماشي العاديه. والثمن ديالها راه حاليا 120 درهم حاليا. من هنا لقدام تقدر تزاد وتقدر تنقص، الثمن ما كيبقاش فيكس. يعني الا شتي هذا الفيديو من بعد عام ولا عام ونص، ما تقوليش راه، يعني راه تقولي راه رخيصه امشي نتقداها، ولا تقولي راه هي كما مغليه ولا شي حاجه. الثمن راه حاليا راه غير مؤقتا وخلاص. ها نتوما كتحيد هذه، كتحيدوا بها الزغب، الوجه والجسم كله كتحيد من الجدر، بحال كتخدموا بالخيط يعني العادي. هذه كتسهل عليكم، يعني كديروا الخيط هنايا، كديروا الخيط هنا، غير نخليكم الصوره ديالها هنا مصغره باش غادي اللي بغاتها تسكرينيها. الا كانت شي مدينه بعيده وما بغاتش تاخذها من عندي، مرحبا، ها هي السويطه هنايا، سكرينيها وخديها من بلاصه اللي غادي تكون قريبه لك ولا غادي تسلكك. المهم ها نتوما كاينه اول وحده هي هذه، راها زوينه. البنات اللي كيسولوني راه كتحيد الزغب من الجدر، كتقصح شي شويه، ولكن الزغب ما كينوضش يعني واحد المده اللي هي قصيره، كيجلس واحد المده طويله، ولا ناض كينوض قل من اللي كان، حيت كيتحيد من الجدر وكيموت دوك البصيلات ديالو. كاينه ها الثانيه هذه، ها هي اللي الثمن ديال هذه راه غير 100 درهم هذه، وبعض المرات برومو كتهبط حتى ل 85 درهم. مهم قليل فين 85 درهم، راه الاغلبيه كتكون 100 درهم، وراكم كتشوفوها في ليسيت 120 130، كل واحد بشحال كيبيعها. وهذه راه لا مارك ديال كيمي، راه مزيانه، كتجي حتى هي مع الفيتر ديالها، في جميع المعلومات عليها. بالنسبه لهنايا ها نتوما، ها الشارجور ديالها كيجي في هاد العيبه هادي، هنا كيجي فيها الخيط ديالها. ها نتوما يا البنات، ها هو الخيط ديالها، كتجي معاهم البودره ديالتها، كتجي لاغام كلها، يعني ما تخافيش. ها نتوما ها الخيط ديالها، ها هي الغبره ديالتها او البودره ديالتها، ها هي راه بجوجهم فيهم، حتى الاخرى حتى هي فيها، كتجي فيها كلشي، يعني ما تبرزطيش راسك. وبالنسبه للشعر الزائد او الزغب كيف ما تنقولوا حنايا، الزغب الزغب. ها نتوما ها هي لاباري ديالها، ها هي الاله ديالتها، راه كتخدموها هنايا في الشارجور، وكتولي هذه كتمشي وكتجي. وبالنسبه كيفاش تركبوا الخيط، راه دايرين لكم كلشي في الورقه،
يعني ما عندكم مناش تلفوا، راه كلشي في الورقه وساهل. راني كنزرب في الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق اللي كتخليو ليا. الحمد لله ما عمرنا لقينا شي تعليق خايب. كنقول لكم حتى نتوما الله يسهل عليكم في اي واحد في اي مجال، الله يسهل عليه والله يكمل عليه يا ربي امين. ندوزو دابا لهادو. كاين هادو كيف ما تنقولوا حنا الطوندوز ديال البنات. هذه راه الشركه ديال كيمي. الا رديتوا البال راه اغلبيه السلعه اللي كنخدم بها انا اما كيمي واما نشوف ما عرفت كاع فين حطيتها. واحد لامارك ديال انزو، ها هي لامارك ديال انزو، البلاك اللي كنت شاركت معاكم الاوريجينال ديالها. كوكو واحد البنيته صغيره برا. لاماك اللي كنت شاركت معكم ديال انزو راه لاماك اللي هي اوريجينال وماركه ايطاليه، يعني شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي واعره في اي دوله غادي تلقايها، ماشي غير في المغرب فين ما كنتي. كاينه هذه كيف ما كتشوفوا لجميع المناطق، الوجه، الجسم، الابط، البلايص ديال المايول، اي بلاصه اي بلاصه طوندوز كيجيو مع الريوس ديالها. انا نحلها لكم باش تشوفوها. الثمن ديالها كيتراوح ما بين 120 درهم حتى 150 درهم، وفليسيت كل واحد الثمن شحال قايل ليها. المهم الدفتر ديالها ماركه ديال كيمي راها معروفه، كيجيو معها الريوس ديالها، كيجيو ثلاثه وواحد اللي فيه هو الرابع. ها نتوما ها هي الواحد اللي فيه هو الرابع وها هما ثلاثه، وعاد شارجور ديالها كيف ما كتشوفوا، وراه بثمن اللي هو مناسب، بثمن اللي هو مناسب من 120 درهم حتى 150 درهم. وراكم غادي تلقاوها في ليسيت هادو، راني مدخلاها منهم حيت راه عليهم اقبال وكياخذوهم البنات بزاف. هادو راه مدخله منهم انا حاليا واحد الكميه اللي هي ما شاء الله. سمحوا لي غادي نقطع، سمحوا لي انا رجعت معكم، راني جالسه في المحل اللي كيجي. انتم نوريكم شتو، راني سد الباب اللي كيجي كان حتى كنشوف واقف ني باغي شي حاجه عاد كنحل الباب. المهم كيمي ماركه معروفه، ما عندكم مناش تخافوا. الاثمنه ديال هادو من 120 درهم حتى 150 درهم، ما تاخذوهاش اكثر من 150 درهم، حيت الا خديتو اكثر من 150 درهم راه مغلين عليكم بزاف، وما كيهبطش الثمن ديالها على 120 درهم. الا هبط الثمن ديالها على 120 درهم عرفوها راه ماشي المزيانه، عرفوا غير شي حاجه عاديه. راني كنزيد انا 5 دراهم 10 دراهم على الجمله باش كنبيع لكم. ها هما خذوهم. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا ليا بزاف ديال البنات، المهم نكمل معكم بعدا هادو وعاد نهضر على هاد الاتجاه هذا ديال الناس اللي باغيين يفتحوا محلات ديال المواد ديال التجميل. كاينه هذه حتى هي، كلهم غنخلي لكم صورهم هنايا كنزرب في الهضره باش ما يجيش الفيديو طويل. كاينه هذه اللي الثمن ديالها دايره 150 درهم حتى هي زوينه، ها نتوما. وهذه واخا تخدموا بها في الماء ماشي مشكل، فهمتوا كيفاش؟ يعني واخا ديوها معكم حتى للحمام راه ماشي مشكل. ها نتوما ها هي، انا نجبدها لكم تشوفوا. هذه ما تيجيوش مع لاريوس لا والو، كيجي هنا من المس ديالها غزاله كيمي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه مزيانه ماشي العاديه. ها هي ها هي صافي، كتطلعوا غير هذه هي خدامه، وكتبداو تخدموا بها. والراس ديالها دير فحال شكل زوزوار، ولكن ها نتوما راه فحال شكل طوندوز ديال الدراري. ها نتوما ها الراس ديالها، كنتمنى يبان لكم. ها نتوما ها الراس ديالها، وانتوما ديك الساعه يعني راه كتخدموا بها راه مزيانه، ماشي شي حاجه اللي هي عاديه كتحيد لكم الشعر، ولكن راه ما كتحيدش من الجدر، فحال غير كتحسنوه. المهم باش نكونوا فحال خدازه زوزوار وكتخدمي به فحال هكاك، راه ما كتحيدش لك من الجدر، ودغيا دغيا كينوض باش نجيكم نيشان. دغيا دغيا كينوض الا عندك شي مناسبه مزروبه ولا شي حاجه دخلي خدمي بها ديك الساعه، ولكن من بعد يومين ثلاث ايام كتشوفي ديك الزغب دا كينوض، والزغبه كتكون شي شويه غليظه، ماشي بحال الخدمه ديال هادو ديال الخيط. هادو كيحيدوا من الجدر وكيجيو ساهلين، والشعر كينوض لك على شحال ما كينوضش دغيا دغيا. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. بالنسبه للبنات اللي كيصيفطوا ليا كيقول لي مالكه شنو ظهر لك نفتحوا محلات ديال المواد ديال التجميل منين كتقداي منين، كنقول لكم بالنسبه للبنات اللي كاينين في كازا، انا ما كنعرفش الجمالات ما كاينه في كازا، كاينين هنايا في سلا. الا كنتي قريبه من هنايا من سلا اتصلي بيا نتلاقاو ونديك عندهم ماشي مشكل. راه معروف عبد القادر اللي كاين في سلا، راه اكبر
بائع ديال الجمله اللي شاد قنيطره وسلا ورباط. هذه المعلومه لواحد خينا اللي كاين حدايا وتيبقى تيبقى غير كيهضر غير كيخربق وصافي واحد الحماق عرفتو. هي البنات واحد المسطي مسطي ديال بصح. اتصلت بي واحد السيده قالت لي الو واش محل ديال الملكه ويقطع عليها حيت كنت انا ساده وكان هو ساد وكان شفت نمرته وكانت هزاتها واتصلت بي. ماشي زعما يقول لها لا راه ماشي انا راه هي السيده اللي حدايا لا قطع عليها ومعادي زيد وزيد كليان اللي كيجي عرفتي راه مشات تشد شي كليان راه ما تيخليش مسكين كاع دوك الحوايج اللي فيه كيحطهم على الاساس راه فيا. المهم كنقول لك اخويا الله يعفو عليك هادشي اللي غادي نقول لك انايا. بالنسبه للبنات اللي باغيين يفتحوا كاين عبد القادر اللي كاين في سلا راه ماشي غادي نشكروا لكم ولا شي حاجه راه سلعتي راني كنخلصها بفلوسي عاد باش كنهزها يعني راه ماشي كيعطيني شي حاجه فابور باش غادي نشكروا لكم ولا شي حاجه. راه اكبر جمال كيف ما تنقولوا حنايا اكبر واحد مختص بهاد الجمله هادي كاين هنايا في سلا راه هو اللي كيتقداو عنده قنيطره وسلا ورباط وماشي غنقول لكم غير رباط بلاصه وحده جميع المحلات سلا جميع المحلات ديال سلا راه كيعرفوه اللي مختصين بهاد الدومين هذا. قنيطره حتى هو الاغلبيه كيتقداو من عنده. اللي بغات واللي قريبه تواصلي معايا ديما كنحط لكم الرقم ديال الواتساب انا ما عنديش مشكل غنديك عنده وتفاهمي معاه ودخلي وشوفي السلعه وكلشي راه ما شاء الله راه عنده الديبو لتحت وعنده الفوق. دخلي بغيتي الاوريجينال كاين بغيتي الكوبي كاين انتي وجيبك يعني انتي وجهدك وكيتعامل مع شركات كبار يعني اي منتوج بغيتيه يجيبولك من اي شركه دوك الشركات اللي تيقولوا طوب اي منتوج بغيتي راه يجيبولك يعني خاص يكونوا غير الفلوس اي حاجه بغيتيها راه يجيبها لك بغيتي الدوريجين يجيبولك بغيتي الكوبي يجيبولك بالحق الجمله. الناس اللي باغيين كونتيتي كثيره يعني بالجمله ماشي بياسه وحده ولا جوج بياسه وحده ولا جوج راه غيبيعها لك بالثمن باش نبيعها لك انايا كاع ولا اكثر شويه. ولكن الا بغيتي بالجمله راه ما كاين ما احسن منه حيت انايا جربت ولكن دور رجع الماكدار الله يعمرها دار حتى الناس اللي خدامين معاه لا الدراري ولا البنات كلهم الله يعمرها دار. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم ما تنساوش اللايكات فقصوا لي العديان ديروا لايك 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 اشتركوا في القناه قربنا نكملوا 40000 مشترك. عرفتي شنو هي 40000 مشترك والله القسم الا فرحانه بزاف. ماشي غرضي ماشي قضيه ديال الخلصه ديال اليوتيوب ولا شي حاجه. الخلصه ديال اليوتيوب راكم عارفين خاص تكون المشاهده طالعه الا بغيتي تخلصي شي خلصه زوينه. لا ماشي غرضي الخلصه ديال اليوتيوب وانما غرضي غير داك تشوفي الناس كيبغيوك التعليق الزوين. اما انا الحمد لله البيع والشراء راني خدامه في بخير الحمد لله بخير عايشين احسن من شي وكرف من شي وكل الحمد لله بخير الحمد لله ونشكره. اي حاجه بغيتها كنديرها اي حاجه بغيتها كناخذها الحمد لله والشكر لله. المهم كنقول لكم السلام عليكم. اللي بغى يفتح اي دومين كيف ما كان قول بسم الله وابدا والله يجعلك بلا ما يكون عندك محل بداي غير من الدار ديري غير تليفون خدمي غير مع البنات في الدار فتحي قناه فتحي ديري شي اعلان ديري عطى الله ما يدار غير واحد ما يبقاش جالس بداي بشي حاجه قليله راه كلشي بدا بالقليل باش طلع. المهم بسلامه بلا نطول عليكم فيديو باي باي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.